إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة أنا اشتريت الجهاز ده خلاص، وطبعا كالعادة معرفش هو فيه ايه، لأن اشتريته من محل اللي هو بيبيع حاجات اللي هي الانتيكات يعني، فمعرفش فيه ايه بالظبط، كان شغال ولا مش شغال، لأن هما بيرفضوا أساسا إنك تجرب، يقولك أنا ببيعه على حالته كده، هو بيرفض إنك أنت تجرب أساسا يعني. فأنت بتاخد أنت بقى أنت وحظك ماشي شغال أو مش شغال. فعموما هجربه دلوقتي نشوفه مع بعض كان شغال ولا مش شغال. هحطه في السيرة طبعا أول حاجة وأشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. Great, there is power. It is working. شغال يعني. كويس والله. طب تعال نشوف اللي هي الراديو بتاعه. الراديو شغال يا جماعة. طب تعال نشوف الكاس يا جماعة بقى. صراحة شغالة يا جماعة، بس الكاست عايز تظبيط شوية، الهيد عايز تظبيط. شايفين ما دوست على الاوتر فيرس، وعايز برضو ايه يترش رشة كده، يترش بال WD-40 يعني. شايفين الهيد عمل ازاي وما برجعش تاني لما حاولت ادوس على الاوتر فيرس. اوكي تعال نحاول بقى يا جماعة ان احنا نظبط الهيد ده ونمسح الهيد ده ونرجعه لحالة المصنع بتاعه. والحمد لله زي ما احنا شايفين هو طلع ايه شغال، راديو كاسيت شغالين، وده يعني من الحاجات اللي هي ايه النادرة اول انك انت بتشتري جهاز تلاقي الاتنين شغالين، تلاقي كله شغال خلاص. طبعا في بعد كده هعمل لكم فيديو عن اللي هي ازاي تقدر تشتري الحاجات المستعملة. في بعض الاماكن يا جماعه ممكن بتشتري فيها حاجات مستعمله زي ديت شغاله 100%، بس بتبقى السعر اغلى شويه ماشي يعني. انت على حسب انا بفضل طبعا ان انا بشتري الحاجات ديت على اساس ان انا بعمل لكم عليها فيديوهات، وبعدين يعني باذن الله بصلحها يعني. في ممكن اشتري حاجات اغلى شويه تكون سليمه 100% يعني، دي بتجربها بتبقى بتجربها وتبقى شغاله 100%، بس بتاخدها بسعر اعلى شويه من ديت خلاص. فهي بتختلف من المكان اللي انت بتشتري منه. هي طبعا في كذا حاجه للشراء يعني، في حاجه بتشتري كذا مستوى ماشي، وكل مستوى ليه سعر خلاص. منهم مستوى انت بتاخد الحاجه سليمه 100% يعني، في منهم مستوى من المستويات انت بتاخد منه بتاخد الحاجه شغاله 100% ولو فيها مشكله بترجعها وبتاخد فلوسك او بتستبدلها بحاجه تانية خلاص. ده مستوى المستويات، ده بيبقى اغلى شويه في المستعمل خلاص. من الحاجه اللي انت بتاخدها انت بتاخد يعني، ده مثلا انا اخده انا وحظي ماشي، ما اعرفش كان شغال ولا مش شغال. هو اصلا ما بيجربوش يعني، هو نفسه الراجل ما بيجربوش، هو اللي بيقول لك انا ببيعه على كده خلاص. انا هو بيحط لنفسه نسبه ربح فيه يعني، مثلا هو بياخده ب10 بيبيعه ب12 بيبيعه ب15 على حسب، بيحط نسبه ربح لنفسه، لك ماليش دعوه شغال مش شغال، مش بتاعتي خلاص.
طيب من جوه عشان اظبط اللي هو الهيد اللي هي المعوج ده ماشي، واللي انا حاول ان انا اعمله في دبليو دي 40 لانه طبعا اكيد مكلبش في بعضه من جوه لانه بقاله مده مركون اكيد. يعني في حاجه جوه السماعات يا جماعه ما اعرفش ايه، يمكن يكون قلم رصاص ولا قلم جاف ما اعرفش، بس هي بتشخلل. في حاجه جوه في السماعتين، افتحهم كده واشوف. في لقيت يا جماعه هنا كار ذاكره ماشي، ولقيت اللي فيه حد عمل تعديل فيه وحط له تويتر، شايفينه؟ انا دلوقتي يا جماعه هحول السماعه ديت لخارجه ماشي، عشان اخد منها التويتر ده واحطه هنا ماشي. انا ما بحبش الارتجال اساسا، احب الحاجه اللي هي الاوريجينال، عشان كده احط السماعه اساسا بتاعتها اللي هي الاصليه، مش عايز انا الحاجات اللي هي الحاجات ديت ماشي. انا هاخد يا جماعه التويتر الصغير ده، هو ده الاصل بتاعها، انا هرجعها الزاويه التانية بالكل يا جماعه زي ما كانت ملزوقه قبل كده الاصليه يعني ماشي. وعلى بال ما تنشف شويه عشان الزاويه، طبعا انت عارفين الكله طريقه اللحام الكله انك انت بتسيبها شويه، يعني انت بتحط اللزق وتسيبه شويه مش بتلزق على طول، خلاص بتسيبه كده لمده 5 دقائق وبعد كده تقوم ايه لازقه، مش اول ما تحط الكله تقوم لازق على طول، 5 دقائق كده وبعد كده تلزق. فعلى بال ما تنشف شويه والزقها نشوف السماعه التانيه، على الله ما تبقاش زي ديت عشان هضطر اللي انا طبعا اللي انا اشوف احول السماعه التانيه للخرج عشان اطلع منها التويتر ده. That small tweeter and put it here. للاسف يا جماعه فيها نفس برضو التويتر ده، فهشيله واجيب تويتر صغير من سماعه تانيه واحطه مكان ده عشان ندي الصوت الاصلي بتاع الجهاز. فكرة يا جماعه بالنسبه للمسامير الفك زي ده اهو صليبه ما بينفعش خلاص، بالذات اللي هي الموديل ده من باناسونيك، لازم تجيب مفك عشان تعرف تفك وتربط، لازم يكون مفك زي ده في حته زي ديت ماشي، بحيث اللي دي تبقى في النص لان الدايره دي بتبقى واسعه، فبتيجي تحاول بقى تحط مفك زي ده تحاول تلف ما بيجيبوش ابدا، تقعد يقعد يلف حول المسمار وما يجيش عليه ابدا خلاص. فعشان كده عشان تفك اللي هي الباناسونيك الموديل ده او تربطه لازم يكون مفك للجزء ده، بحيث اللي هو يبقى يعني يخلي ديت في النص بالظبط. I found another one. It is a little bit bigger but it will do. Okay, I'll just place it here. Here it is. It is fine now. دلوقتي يا جماعة هي مظبوطة بالظبط. تعال نقفل بقى السماعة ونشوف الكاسيت. Now it is spread with WD-40. ده ميكانيزم اوكي. ودلوقتي يا جماعه زي ما احنا شفنا انا رشيت ال دبليو دي 40، واحاول الوقت اللي انا المع الهيدين واعمل ادجستمنت واعمل الاينمنت للهيدز، يعني احاول اظبطهم على الشريط. اغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. This is the best possible alignment. الهيد ده يا جماعه محتاج اللي هو يتغير، وللاسف مفيش بديل ليه مش لان طبعا ده هيد اللاب اوتو ريفرس، مفيش بديل ليه. انا حاسس مفيش اي تاثير يا جماعه اللي هي للاير الخارجي في تحسين اللي هي الارسال، فربما يكون ما هوش متصل بالبورده، فعشان كده هشيل البورده واشوف اذا كان في فعلا متصل بيها ولا مش متصل. ازاي الشيء في الشمال شايفين اهو، يعني ادخل الشمال مفيش، ما بتحسنش مش اي حاجه خالص، فهشيل البورده دي واشوف. هطلع كل حاجه بره يا جماعه عشان اقدر اوصل ليا للاريال، هطلع حتى الجزء ده
انا اعتقد مفيش تلامس بين الاريال وبين البرن. اللي انا شايفه قدام يا جماعه اللي هي الاريال مصدي جدا من تحت، وبالتالي طبعا هو مفيش تلامس فعليا، فانا هحاول ان انا استخدم صنفرة عشان اشيل اللي هي الصدى ده، وبرضو انا همد هحط سلك ماشي عشان زيادة التأكيد بين الاريال وبين اللي هي البوردة نفسها عشان تأكد اللي فيه تلامس، لان للأسف اللي هي نقاط التلامس حديد ما هياش نحاس، المفروض تبقى حديد، وده يدلنا على ان الجهاز ده صيني برغم ان هو مكتوب عليه ياباني، بس هو اعتقد ان هو صيني لان طبعا اليابان ما بتعملش اريال صفيح، يعني ما بتعملش اريال حديد، فطبعا هو صيني. انا دلوقتي زودت يا جماعه الازرار هنا عشان اتاكد ان فيه اتصال بين البورد وبين الاريال، وبرده حطيت سلك عشان اوصل اللي هي الانتنه بالبورده. نجربه التجربة الأخيرة يا جماعة قبل ما احنا نقفله خلاص عشان أتأكد كل حاجة شغالة، وبعد كده بإذن الله نرجعه لحالة المصنع ونجربه برضه مرة تانية إن شاء الله، نسمع صوت الراديو بتاعه والكاسيت بالب الوقت هركبه في السريع تاني ونشوفه يا جماعة. تمام شغالة يا جماعة دلوقتي يا جماعة ده الشكل النهائي للجهاز، ما شاء الله رجع شبه جديد يعني، والوقت نسمع صوته. جدا يا استاذ ياسين، فعلا الدوله الفتره اللي فاتت دي كان في اهتمام كبير بقطاع السيارات والتصنيع في مصر. اللي عايز اقوله ان ان فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الفترة مع المطربة طروب. طروب مغنية لبنانية من أصل شركسي. والوقت يا جماعة أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع حاجة جديدة، ويا ريت ما تنسناش في الاشتراك والمشاركة والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.